هذه خلطه عده بهارات محطيطه، انا اخبطها يعني من اول من الماركت. عندي زيت وعندي معجون ودبس رمان خل ابيض. تعلمتوا لهذا الشيء، يعني انا كنت دائما اسوي تتبيلات بس مرات تنجح مرات تخرب، واجرب براس اصدقائي. الحمد لله اخر شيء نجحت، وهسه اقبال العالم علي كثير، والناس لان تدري احنا تكريت مقبله على نهر دجله، وسفرات كثيره. عندي الخميس والجمعه دجاج ما يقف، اتبل قشين في 60 الى 70 دجاجه ما عدا التكه ما عدا الاجناح. انا اتمنى اطور المشروع مالي انه افتح محل خاص لي. طبعا هم اهل الماركت ما قصروا معي صراحه، لان هم يعني يدغون بيني وقريب يدغون بيني انه انا احب التتبيلات، ولهذا سووا قسم خاص للتتبيلات اللي هي اللحوم البيضاء وشغلوني. بس انا اتمنى وطموحي انه افتح محل خاص لي واجهزه تجهيز كامل. الناس بتكويت يعرفوا الحارف، لان انا انسان باعتبار يعني عندي صفحه معروفه بتكويت اللي هي هاي ولي شونكن، فالناس تعرفني وتجي على هذا. اما الدجاج فالناس تحكم، لان ما اطيق اقول لك طيبه لان انا مسويها، فالناس هي اللي تحكم بهذا الشيء.